المشاهدين السلام عليكم. وجدت هذه السيدة الله يجعل السلامة طرات على الجميع، والخصوص الكساب مسكين. والكساب مسكين راه خرج عقله، خرجت ليه العقل، وحادي الساحل والكسيبة في الزريبة تتصيح، وهو رد مسكين يديه وراه تينوح، وكاين الضياعة في الكسيبة وراه هذيك هي المصيبة. والنخالة غلات، والفصة اللي شرا بالف تقول وحدة واش بقات، وعشرات الخنيشات اللي بقات اش قدات. والعام طويل والصاير كثير، وكاين الغلا والصعيد لا في القمح ولا في الضرا، وعمرني ما شفت بحال هاد المرة. وزادونا حتى بشريت الدواء، والله الدواء في الكاليتي ما بقى، وتمشي عند الطبيب البريطاني ويعطيك ليترو ديال البن ولا ديال الشامبان، ويقول لك هاك سير قضيب اللي كان. ورجع الكساب مسكين دا السوق بغى يبيع، وشكون اللي بغى يشري مارس هذا فينا هو الربيع. وزادو خلاها في الدرب، وعاد عرف بلي كان ما يتكلف في السلوح ولا في العرب، وبقى وقع عنده غير ستة، وهو العصا والسلوكي، وولا تايبين دريويش وحدودي، وولا كيسول على النصرة الجوية، وكيسول الناس المتقفين ولا حتى في الأميين، وسولني حتى أنا واحد منهم، وقال لي واش ما سمعتيش شي رويه جاية؟ وقلت ليه كون كاينة النية، وكان له جاو رويات هما، كان له الكسيبة شبعات الخضورية، وحنا شبعنا الخبيزة والقطنية، ودروك راه مارس هذا، وما كاين لا فول لا جبانة، والله يجعل السلامة، وهذه هي علامة الساعة. ومن اللي كانت الكسيبة شبعانة، وإلا دويتي مع الكساب يوريك وجهك في المرايا، ودروك كون شتي حالته، وبحال مات ليه باه ومو زاد حتى خالته. ومن اللي كانت الكسيبة شبعانة، ومشيتي عندو في العيد، وتقول ليه اعطيني شي وحيدة، ويقول لك إلا عطيتك وحيدة، ويتنقص ليا العدد اللي في الزريبة. وبنادم كاع ولا حاذق، ومطور ودكي، وكاين اللي عندو منيار وتايبكي، وتمشي عندو تقول ليه اعطيني من الزكاة، ويقول ليك انت تضلعش في البراكة، وتجي عندي انا تقول لي اعطيني من الزكاة، هاد الشي راه ضربت عليه تمارة، وراه الله اللي عطاه ليا، وراه عرفنا بلا الله اللي عطاه ليك، وخاصك تعرف بلا جا واحد النهار راه غادي يقلع عليك. ويا ربي طلق الفراح وداوي الجراح، ويا ربي تغسل القلوب وتفاجي الهموم، ويا ربي لا تحافي المؤمنين وبالظالمين، ويا ربي تخرجنا من هاد الشدة سالمين، ويا ربي ترحمنا برحمتك، وارزقنا وصحتنا راه عندك.